اهلا وسهلا ومرحبا، كديري لاباس عليكم؟ بخير هانين، كلشي مزيان. بلاتي زدت الباب ورجع معاكم. الشتاوات خير ربي. غدا نتقدى. الى عجبكم الفيديو ديروا لي لايك ونتمنى لايك هاد المايه. جلسنا ناكلو شي حاجه، عند هكا سناك عندو حلال. يا اخويا كما البنات كبيتك شي حلال. بغيت ناخذ البرجر ديال الدجاج. يا واخ لاكم افتيسي هاي فريت. انا خديت ديال الدجاج وناخذ ديال الكفته ديال بيف ساندويتش. نتوما هنايا راه البنات غسلت هذا، حطيته هاد التقطر، غسلت اش كيقولوا لي هذا، يا ربي تفكرني في الشهاده، الشرن غسلته حتى هويا. السردين حتى هو جبت غير نص كيلو، بغيت كيلو قال لي ما بقاش اختي، كاين عام نص كيلو، قلت ليها راه. وجبت دوراد رخشيته في المجمد. شوفوا هنايا البنات شنو جبت، نشرب قهوه في العشيه كي ياكلوها شو ما يعجبش عليا انا. اي اختي ايوا جبت واحد الخوخات، ثلاثه الخوخات ماشي نص كيلو قرام شحال صافي. جففت الدار دابا لان كنت كنقطر الحوت. حقا الحليب اللي وليت كنستعمل بنتي ها هو حاليا ملي مشات من الصفوريه، هو هذا كنستعمل دابا نيتغيلون ديال 6 شهور. دابا هذا رقم 2 شتو ما 6 شهور حتى 10 شهور. هذا هو اللي كنستعملها حاليا، راه عاجبه، عندها فيتامين دي ديال النور. كامل فيلي وريتكم دابا خديتها من عند المحل المغربي عند داك القس هاد القيصري هذا داك المخبز هذا. خديت هاد الكريوات الكبار، خديت ثلاثه من هاد الكبار والله هنايا، وخديت واحد الجلوبين اخرين صغيرين تما خديت منهم ثلاثة زوينين هادو ديال المغرب. وخديت هاد الخبيزات ديال الزرع خديت هما شي ثلاثة صافي. وجيت في حالاتي دابا انا شنو غادي ندير، غادي نحيد عليا الحوت نحطو حيت غادي نطيبو حتى لاش غنديرو في الفران صافي مع الفريت وشلايدات اللي غادي ندير. وهذا ونجمع هنايا شويه انا الصباح جمعت وما جمعت المهم غادي نطلع نشرب واحد الفاطيس بنتهم. يا راه خرجت لي اختي سنينه، بنات اللي كيسولوني هي خرجت لي اختي سنينه شحال هذه، ملي دخلت 6 شهور طلعت لها، دابا راه عندها 7 شهور. خرجت لها سنينه وحيده في اليسر هي اللي خرجت لها. صافي ندوز نجمع الكوزينه. شتو انت مربق هذاك اللي جففت بيه حاطاه تما زيد ما حدا سخونه شويه هاك يا را هيا ماما هيا شد خلينا نشوف. البنات قلت نقرض بعد الربيع نتوما ندير العطريه في الحوت باش نخليها على جنب وعاد نطلع نشرب واحد الفاطي ولا نهبطو من تحت يتنشرو وتصب عليهم الشتا ديال الليل ماشي مشكل. والغد ليه راه ما كاينه لا شتا لا والو خليهم يضربوا مغربي شنو هذا ليك. وليت البنات كنحتفظ بالربيع غير في الثلاجة، كنديرو في هاد ديال الزاج كنفرش ليه ورق المطبخ ونحطو ونعاود نغطي بورق المطبخ وكيبقى شاد ليا كيبقى شاد ليا. وليت كنجيب عا رابطة من هادي ورابطة من هادي كيديو ليا السيمان. المهم حنا درت العطرية
في السردين ودرت عطليه في الشرن. ما بغيتش كتاكل اي شيء؟ ها ما بغيتش. ايوا خلي ندبر راسها، مابقاش معانا على داك السيريلاك تاع الصباح. ايوا ولاد ديال الفطور ضرب الطبسيل كبير بصح بسلامته. ايوا خلي هادو ندير لها بطاطا حلوه وراه غادا تاكلها. بلا شربة بنيتي الحمد لله. من بعد اللي بغات لي ني تغيلون حيت نور ما كانتش عجبها وجهها حلو. ايوا صافي هي شداته ماشي ني تغيلون وصقت لي حاه ديك المره وشريت له هيغو وهيغو عجبها. ودابا هادي ديت لها ني تغيلون هو اغلى حليب ني تغيلون. شحال كيعجبني نقرد ربيع بحال هكا كيفكرني في رمضان في دارنا. شفت باقا بنت يقرب رمضان شحال كنبقاو نديرو هوك كل نهار كل نهار نديرو هوك على قبل الحريره كان كيعجبني. انا وماما واقفين على الفطور ديك الاجواء زوينه الصراحه ما كاينش بحال أجواء المغرب في رمضان ولا العيد الكبير. يا سلام هذا العام البنات غادي يجي رمضان العام الجاي في شهر 3 في مارس. هاي ها البنات 2023 والعيد الكبير غادي يجي في هذا شهر 6. يلا نتلاقى معكم من بعد والبنات خير ربي. شتو شتوات ما شاء الله الله عطاني نقد نفع. ها انتم هي تجهدات تبارك الله. شو كي هالطه مجاهده هشام مي كتهبطك مجاهده سبحان الله مي كضرب في الارض كيطلع الدخان. انتما البنات الحوت السردين والشرين كيفاش درت ليهم درتهم العطريه وكلشي دابا نخشيهم في الفران. ايوا هادشي اللي كاين. وهنا قهوه السي هشام نصايبوا ليه قهوه بغا قهوه. اسبريسو ليا حتى انا.
البنات غادي نطيب كروفيت ندير شويه د الزبيده فيك الزيت المخلوط نخليه يسخن وشلايدة خبيز صح بغيت ندير زعلوك قالوا لك بلاه ما بغاو لا زعلوك لا فلفله لا والو ما بغاوش حتى الفريت قالك صافي خبيز وشلايدة كلينا قبيله الفريت المهم حقكم في الجنه.